السلام عليكم اخوتي اصدقائي اهالي الديوانيه يا معودين. المستشفى العام الطوابخ كلها ما بيها اكسجين، والمرضى كلها ماتت، كلها انتهت المرضى. مشي عليكم الحسين، يشوفون الاميال الحسناوي ايش جاي يسوي هسه حاليا، وين قاعده؟ شوفوها ايش جاي يسوي، والمستشفى انتهى ما بيها اكسجين، اكسجين ماكو. زين وانا حاليا بالاستشاريه اراكض منها ورد منها، كل الاحاشيق اللي مالي شغل انا. زين اكسجين ماكو بالمستشفى، والمرضى راح تموت، وامي راح تموت، جاي يخابروني من فوق يقولوا لي راح تموت، الحق لها ماكو اكسجين. مشي عليكم الحسين، ناشدوا لمياء الحسناوي، ناشدوها كافي، خلي نسوي لها حد. هاي احنا زين نتصب على السلامة، وهاي لحد الان من السبته على مود المسحه لحد الان كل شيء ماكو. من البارحه مشي عليكم الحسين، اهالي الديوانيه حاجوا لمياء الحسناوي، وصل حدها كافي، اكسجين ماكو بالطوابق، اكسجين ماكو، راح تموت العالم. البارحه واحد يموت يطلعون يذبونه بالشمس، انا واقف هنا وشاهد على الحاله، طلعوا ذبوا باب هذا يقول له عيب عيبه بالشمس وخليه يروح، ما لك شغل بيه.